مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه حلى الكندر بطريقه كتير سهله وسريعه وما بتاخد وقت معنا بالتحضير وكتير مرتبه. يعني شو بدي اقلكن عنا اروع من هيك ما في. بهيدا الشكل روعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا أول شيء هيدول الشوكولا بدي احطهم بصينية. بدي مدهم بالصينية بهيدا الشكل. هولي بعد ما حطيتهم بهيدا الشكل بالصينية، هلا بدي اخفق انا وياكم كريمة. عنا 150 ملي حليب بارد رح احط فوق ظرف كريمة. انتو بتستعملوا الكريمة المتوفرة عندكم، بتمشوا على الطريقة المكتوبة على ظرف الكريمة. بخفقهم على سرعة عالية. بهيدا الشكل هلا بحط فوقهم سكر بودرة، بحط ملعقة طعام سكر بودرة، كمان بحط ملعقتين طعام جبنة ماسكربوني. إذا ما متوفر عندكم جبنة ماسكربوني ممكن تستبدلوها بقشطة. برجع بخفقهم مع بعض على سرعة خفيفة. بس خفقتن شي بسيط وصاروا بهيدا القوام، هلا بدنا نحطن فوق الكندر. هلا بمدن نفس المستوى. بتمنى اللي بيحضر الفيديو ويبعت تعليق ويعمل لايك وشير للفيديو. هولي بعد ما مديتهم نفس المستوى هلا بحطهم بالبراد اقل شي ساعة. هيدي الحلو بعد ما حطيتها بالبراد ساعة. هلا عنا هوني نوتيلا وبندق. البندق مكسرتن شوي بهيدا الشكل. بدي ذوب كمان النوتيلا شوي بالميكروويف. هيدي النوتيلا بعد ما ذوبتها بهيدا الشكل هلا بحطها، عمنا نحطها بورقة زبدة. هلا بعد ما حطينا النوتيلا برش البندق. هيدا الشكل. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.